وطبعا نشارك الاخوان في الجناح هذا اللي تكتبونه، الخيمه العربيه اللي هي بيت الشعر والضيافه ومعرض للصور. كذلك عندنا ندير مسابقه للسلوبي، وكذلك مسابقه للرسم، مسابقه للرمايه، ونشارك اخواننا من 7 سنوات. ونتمنى ان نقدم للاخوان في المغرب الشيء اللي يرضيهم، ونتمنى من الجميع مشاركتنا والحضور الى جناح الجمعيه. مرحبا ومسهلا في الجميع. ما هو تقييمك لسبع دورات سابقه؟ طبعا المهرجان الثامن، احنا شاركنا من الاخوان من السنه الثانيه، هاي مشاركاتنا السابعه. طبعا المهرجان من نجاح لنا نجاح، طبعا اخوي شهم واخوي محمد العربي الحواري رئيس جمعيه عبد الصمد الكنفاوي قائمين على، والاخوان جميعا معاهم، نائب الرئيس والاخوان يعني اللي ما اقدر اعدد اسمائهم. طبعا دورهم كبير، تغير الكبير بمدينة العرايش، الساحات تبدلت، الساحة الأرضية تبدلت، الكرنيش تبدل، كل يعني هذه فضل الله ثم فضل الإخوان ومجهودهم. وفي هذا المهرجان اللي يحضره سائحين كبيرة، يعني عدد من السواح كثيرين يحضرون اليوم، يعني جانا سواح من الدنمارك نازلين من المطار رجعوا العرايش سيدة، فأتمنى يعني لهم التوفيق والنجاح. مرحبا ومسهلا. ما هو قدر دعمكم للمهرجان؟ والله يا اخوي احنا ان شاء الله مقصرين كثير، مقصرين كثر ما ندعم اخواننا، لكن مقصرين معاهم كثير، ونتمنى ندعمهم اكثر واكثر، ونتمنى لهم التوفيق والنجاح. ما هو حجم دعمكم المادي للمهرجان؟ والله احنا مثل ما قلت لك، احنا ندعم مسابقة السلوقي، وندعم مسابقة الرماية، وندعم مسابقة الرسم. طبعا الرماية فيها، السلوقي فيها عدة اشواط، يجونها من جميع مدن المملكة كلها. كذلك الرسم فيها للأطفال، تشجيع الأطفال، وفيها للكبار. كذلك الرماية فيها محترفين وفيها هواة، ونتمنى أن يعني نكون قدمنا الشيء اللي يسعد إخواننا ويرضيهم. سؤال واضح، ما هو المبلغ الذي يحدد كدعم للمهرجان من جانب الجمعية قناص؟ والله مثل ما علمتك وذكرت لك، الدعم موجود والمسابقات اللي ندعمها موجودة. ممكن تحدد؟ والله احنا ما ودنا نذكر وش اللي نقدم، لكن مع اخواننا الدعم المادي ما هو الاساس ولا الاصل اللي احنا جينا له. دعم اخواننا في المغرب وكل سنة دعوتهم لنا وحرصهم على حضورنا، هذا شرف كبير لنا. مرحبا ومسهلا بالجميع. نعلم ان هذا المهرجان ينظر بمناسبة بمناسبة عيد العرش. طبعاً احنا نهني صاحب الجلالة جلوس في عيد العرش، ونهني الشعب المغربي جميع، ونقول لهم الله يهنيكم بملككم، يعني ويخلي لكم ويدوم عليه الصحة، ونتمنى للشعب المغربي الصحة، ونتمنى لهم التوفيق في كل المجالات. جزاك الله خير على هذه المقابلة. شكراً. مرحبا ومسهلا. الله يحيي. المشاركة يعني على مستوى الضيوف هذه السنة القطريين، يعني على مستوى الحضور ديالهم شخصيات الحاضرة. نعم. هناك ضيوف شرف يعني لهذا. نعم طبعا جمعية القناص هي كل سنة تكون ضيف الشرف، وانا اخوك علي مخات المحشادي رئيس الجمعية، وامثل الجمعية في الحضور السنوي. مرحبا ومسهلا. نعم، وكذلك يعني الحضور في هذه المهرجان دائما لوم للقطريين انهم يعني ما كيحضروش البعد الثقافي الشامل ديالهم، الثقافي من حيث الكتاب، من حيث الندوات، من حيث. طبعا احنا نمثل دور صغاره، واحنا جمعيه القناص القطريه طبعا دورها في الصغاره وفي يعني تقديم المسابقات والبطولات وشؤون الصقارين القطريين والعرب. طبعا هذا جزء بسيط نقدمه لاخواننا ونشارككم. ولا تنسى ان احنا والمغرب الشقيق قطر والمغرب الشقيق الصقاره موثقه في اليونسكو انها تراث انساني معنوي غير مادي، معانا 3 دول اخرى من الدول العربيه، وهذا يعني تراث انساني معنوي بيننا وبين المغرب الشقيق. كذلك الحضور باسم المشاركه القطريه في المسابقات، يعني سواء كانت مسابقات القنص والسلوقي وكذلك مسابقات الرماية، لماذا لا يشاركوا يعني القطريون في هذه المسابقات؟ طبعا احنا نجي هنا دعم لاخواننا، احنا عندنا بطولات ومسابقات.
الصور اللي انت امامك تقدر تطلع عليه وتشوف، يشرحون لك الاخوان دور المهرجانات والمشاركات عندنا كبير ودور كبير على طول الموسم، لكن الفترة هذه تكون عند القطريين فترة يعني استعداد للموسم الآخر. وبحكم البعد وبحكم إن شاء الله نتمنى في السنوات القادمة أن تكون مسابقات ومشاركة بين الجميع بإذن الله. كذلك يأتي في سياق يعني تنظيم قطر للمونديال 2022، هل هذه السنة يتميز حضوركم بشكل خاص بتعريف هذه التظاهرة الكبرى التي ستكون يعني يعني تشريف للعرب لتنظيم المونديال؟ طبعا حضرة صاحب السمو الشيخ تميم أعلنها، قال هذا مهرجان العرب، مهرجان القطريين ومهرجان العرب جميع، مرحبا وسهلا بكم جميع في مهرجانكم العرب جميع والإخوان المغاربة بالذات. وقطر لله الحمد يعني قادرة أن تدير هذا الاحتفالية وهذا تنظيم كأس العالم، بيكون إن شاء الله ومجهود الجميع بيكون مثل كلمة صاحب السمو الشيخ تميم، بجهود الجميع إن شاء الله أنه بيكون من أفضل التنظيم لكأس العالم إن شاء الله. ويعني هل يمكن أن من خلال هذا المونديال أن تكون حضور لمدينة العرش يعني أثناء تنظيم المونديال من أجل إظهار هذه العلاقات؟ نعم إن شاء الله، وندعوكم نعم ندعوكم وندعو الجميع في العرايش وفي المغرب في الوطن العربي وكل من يسمعنا من منبرك هذا، ومرحبا ومسهلا بالجميع، الله يحييك.